على هذه الكرة الليث القادم بنظام الإعارة من نادي تشرين كرة طويلة باتجاه من؟ باتجاه الزينو 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 أحمد الحسين التسديد والهدف جول أول يا لها من بداية يا لها من بداية الفتوة منذ الدقائق الأولى يسجل ويهدد مرمى حطين نعم نعم أحمد الحسين اللاعب الشاب يسجل محمد زينو 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 التسديد والهدف محمد زينو الزينو يسجل الهدف الثاني للفتوه الخامس له رفقه نادي الفتوه هذا الموسم من ركله جزاء تحصل عليها احمد الحسين الهدف الثاني إذن الهدف الثاني للفتوه هدف بالتاكيد يريح الاعصاب محمد زينو محمد زينو لا عدي جفال كما ذكرنا جفال الجفال باتجاه علي بعاج علي بعاج تسديد من بعيد يا إلهي يا له من هدف عالمي عالمي يا بعاج عالمي هدف عالمي بالتسعين مروان زيدان كرة لداخل المنطقة فرصة الهدف تقليص الفارق إذن جول أول حطين الهدف الأول لحطين هدف تقليص الفارق